يوم السبت 28 سبتمبر الجاري لم يكن كغيره من الأيام بالنسبة لمتساكني جهة العوابد بولاية صفاقس، حيث استضافت جمعية جسور المستقبل الفنان منهل الفلسطيني المدير الفني لفرقة أغاني العاشقين الفلسطينية. موضوع الأغنية الملتزمة كان حاضرا في المداخلة والنقاش ليبسط الضيف تجربته الشخصية وتجربة تكوين فرقة أغاني العاشقين وعلاقتها بالواقع السياسي العربي والفلسطيني آنذاك. لا، كان في غاية في البداية لإنتاج هاي الفرقة إنها تغني الأغنية السياسية والثورية. هلا لاحقا بنشرح شو يعني شو الفرق بين السياسي والثوري. الموسيقى كانت في الموعد أيضا بحضور مجموعة لحن الشارع الموسيقية التي أطربت الحضور بأغاني من إنتاجها وأخرى من تراث الموسيقى العربية الملتزمة. مجلس أمن فيتو نعم. البادرة التي قامت بها الجمعية واستجابة الضيف تعتبر مسألة مهمة جدا في ظل واقع التصحر الثقافي الذي يسود أرياف وقرى ومدن البلاد، خاصة الداخلية منها، في تزامن مع واقع تنموي متردي، واقع يستوجب إرادة حقيقية في التغيير وإرادة في المضي إلى الأمام على مختلف المستويات.